مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كريم كراميل. عنا نص لتر حليب، نص كوب سكر، بستعمل نص الكمية للحليب ونص الكمية كراميل. عندي خل، ملعقة صغيرة فانيلا، ملعقة صغيرة مي، وبيضتين. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. حطيت نص كمية السكر فوق الحليب، بحركن شوي على الغاز بس ليدوب السكر. بس دوب السكر هلأ بوقف تحريك وبخليهن ليسخنوا على الغاز حوالي 7 دقايق. بحط سكر بالمقلاي وبحطن على الغاز كمان. بحط فوق السكر ملعقة المي. بحركن على الخفيف مع بعض ليصوروا كراميل. بصروا بهيدا اللون. هلأ بطفي تحتن الغاز. هلأ بحطن، بسم الله، كمان بحطن على جنب. بعد ما سخنت الحليب حوالي 7 دقايق هلأ لنكفي الطريقة مع بعض. منحط البيض، الفانيلا، نقطة خل، نقطة اثنين. بحركن منيح مع بعض. بعد ما حركنا البيض بهيدا الشكل هلأ بحط شوي شوي حليب أنا وعم بخفق. خلصنا التحريك، هلا بصفيهم بالمصفاي بهذا الشكل. هلا بحطهم كمان فوق الكراميل. بسم الله. قبل ما احطهم بالفرن بحط مي بقلب الصينية، تقريبا على نص الصينية صغيرة اللي فيها كريم كراميل. بهيدا الشكل. هلا بدخلها على فرن حامي مسبقا على درجة حرارة 200 من الاسفل فقط. هيدي الكريم كراميل اخذت بالفرن حوالي 30 دقيقة، اكيد حسب كل فرن. على الغلي طلع من الكراميل لفوق، ما بيأثر. نتأكد منها انها صارت منيحة بس تصير سميكي بهيدا الشكل. بشيل الصينية من المي بحطها على جنب لتبرد بحرارة الغرفة وبرجع بحطها بالبراد اقلها شي من 2 لـ3 ساعات. هيدا الكراميل بعد ما حطيته بالبراد حوالي 3 ساعات. منشيل بهالطريقة، بنعمل بالسكينة. بسم الله. هيدا الشكل النهائي، هيدا الشكل النهائي للكريم كراميل. هيدا الكريم كراميل اللي عملته انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.